ونبقى برئاسة الوزراء، حيث عقد اليوم رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة لمتابعة المواضيع التي نوقشت في الاجتماعات السابقة. تقرير فاطمة الزهراء أبي المعالي. يأتي هذا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء فهيم باتاكي ألبير مع أعضاء اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة، والتي تتكون من الحكومة والمنظمات النقابية المنضوية تحت اتحاد نقابات عمال تشاد والإطار الوطني للحوار الاجتماعي. يأتي بهدف متابعة المواضيع التي نوقشت ودرست في الاجتماعات السابقة، بغية التفكير من أجل إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية. وشهدت المناسبة عدة مداخلات، من بينها كلمة رئيس الإطار الوطني للحوار الاجتماعي علي عباس سيتشي، والذي أوضح في حديثه الهدف من الاجتماع. يعني شيء ده النقابة ما قبلوا وزعلاني منه، وقبال ما نلومه مع أول وزير الساعة 10 النهاردة هم سوق بوان دي بريس، وفي بوان دي بريس ده هم قالوا يعني كان مثل كده حكومة ما قدرام وممكن يعني يوقف المجالسات معنا. أما النقاش اللي جيناه اليوم ده شبانس كل واحد جاب رأيه، الأول وزير كله جاب رأيه، وأكون نقول حصل تفاهم. وأما هم حاليا كيف التوالك يقولوا خلاص الشيء هم غروس بعض يخلوا ده ما يكون، لابد يقبلوا لبعض حقهم ويناقشوا مع بعض حقهم، وقدر ان باكر ان بكره يكون يجونا بفكره بنايه عشان نستمروا ونجيبوا حل للبلد. اما وزير الوظيفه العامه والاشغال المكلفه بالحوار الاجتماعي تحدث هو الاخر عن ابراز المواضيع التي طرحت والتي تم تنفيذها منذ انشاء اللجنه الثلاثيه. بالنسبه للكولكتيف بيجيتير الحصة حاليا شالو تقول لا علشان كيف يعني بمساعده عن الشركاء نقدر نلقوا حلل علشان نمر من الازمه. وسيف الكولكتيف ده اليوم الناس كله كي يعني شيء كي الحال ده بيقولوا صعب، والناس كله كي يعني ننغ ده في والحال الحصة قاعدين فوق النسو كيف حلل اخر شنو زياده من ده نقدر نلقوله علشان الأزمة ده نمرقو. خلينا يعني مشكل تو هدفنا كله كيف نمرقو من الأزمة ده. من جهته رئيس الوزراء بايم فتاكي ألبير شكر أعضاء اللجنة الثلاثية طالبا منهم الوحدة والتضامن للتغلب على جميع المشاكل والصعوبات التي تقف أمام إيجاد الحلول للأزمة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة وشركائها إلى إيجاد السبل الكفيلة لإخراج البلاد الأزمة المالية والاقتصادية.